كومنت بخصوص الاويرنس بالبريست كانسر عشان الفحص المبكر. احنا سويناها برعاية ريفيتالاش وبوتيكات، لان في قصة حلوة بخصوص الريفيتالاش. الريفيتالاش هو منتج لتنبيت الحواجب والرموش. دكتور اخترع هذا المنتج حق مرته، لان مرته حاشها البريست كانسر وطاحت رموشها وحواجبها، فعشان كذي هو اخترع هذا المنتج عشان يرد لها جمالها وتحس بثقتها بنفسها مرة ثانية. أول شيء كلكم تعرفون أن البريست كانسر هو أول سرطان رقم واحد عالمياً يصيب النساء worldwide، سواء كل الفئات العمرية، بس هو مو مقتصر حق النساء. الفرق أنه هو بالحريم، كل 8 حريم واحدة منهم معرضة لإصابة بسرطان الثدي. الإيفنت وايد حلو لأنه يختص بالصحة قبل الجمال، وثانك يو بوتيكات وريفيتالاش على هذا الإيفنت الوايد مهم أنه يختص بالتوعية حق البريست كانسر. بخصوص إيفنت اليوم، الإيفنت جدا رائع، حبينا التنظيم، حبينا أن الماركة جزء من مبيعاتها تروح حق مرضى سرطان الثدي. هذا شيء وايد جميل من بوتيكات ومن ريفيتالاش، انه يوصلون حق كل مرأة ان انت لازم تفحصين علشان الوقاية تكون موجودة في كل مكان.